اطلع بس فضل لنا معلش عايزين سؤال صغير طب بس فضل لنا معلش دي امزاوه جماعه صمتيني الناس اللي هي مش فاهمه حاجه الناس دي حركه فين حقها صمتين ما بيتكلموش الناس دي بعدين في عنبينيه هي في سؤال ثاني بس عايزين يا جماعه مش عارفين يعملوا ايه عايزين ايوه دي واحده يا جماعه فضلكم سكه يا جماعه فضلكم نار دي ضل ايه مفيش دل ضل ورا واقفين عليهم ماشي احنا معاهم ماشي والحقوق بتاعتنا كلنا احنا ضمن دكتور نار دي هتسجل بس فاطمة سلام ليها نية ليها نية خير ولا مش باين هو السياسة لا هقول لك انا حاجة السياسة ما تاخدش عن نوايا ايوه انا حد كده نية الواحد دي بينه وبين ربنا اما طبعا مفيش نوايا في السياسة 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 فيها اجراءات فيها خطوات انت فاهم دي اجراءات وخطوات محددة تتعمل الحصان ده مطلوب انها تتحقق وده اختلاف سياسي احنا قاعدين كل يوم نبص لهم ونطمن عليهم كل حاجة بركه ان شاء الله دكتور جديد القوه السياسيه والوطنيه وضع البيان دكتور سامح دكتور يا دكتور والحكومه تكون مهمتها انها تستكمل اهداف الثوره المصريه اللي احنا حاطينها هنا تعالى الاجهزه والمؤسسات الحكوميه مش بس الامنيه انما الامنيه والقضاء والاعلام وغيرها وفقا لخطه زمنيه محكمه احنا حددناها بالوقف الفوري لحاله المدنيين للقضاء العسكري واعاده محاكمه ما تمت محاكمتهم من مدنيين امام القضاء العسكري اعاده المحاكمه امام القضاء الطبيعي احنا اتكلمنا عن اجراءات فوريه للعداله الاجتماعيه حد ادنى للاجور عاده النظر في مخصصات الموازنه احنا بنطالب بسرعه بحق الشهداء حق مصابي الثوره المصريه اللي هو يتمثل مش في تعويضات انما في محاكمات عادله وعاجله لكل رموز النظام الصرفي المتورطين في قتل المصريين من الرئيس السابق لغايه اصغر ضابط في وزاره الداخليه احنا بنطالب خامسا ان احنا نعرف ايه المواعيد ايه هيحصل في مصر ايه امتى محدش عارف حاجه عايزين نعرف وعايزين نعرف فبقيت الحكيمة المسؤولة هنتف عليها ازاي وضوابط الجمعية التأسيسية هنتف عليها ازاي المجلس الأعلى بصراحة استجاب لده المطلب الأخير اللي هو معايير الجمعية التأسيسية مبادئ الحاكمة للدستور ورئيس الوزراء استجاب بداية لفكرة تعديل الوزارة لكن احنا شايفين ان الوزارة الحالية لا تصبح مع هذه الوزارة جديدة فيها فنيين وفيها سياسيين ونقدر نتحرك ده شغل تريع ضد اخواتك المعتصمين ده يا فندم اللي قفلوا